للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد سعود يوسف محمد الحدي الوكيل المساعد للدعم والمبادرات في وزارة شؤون الشباب. أهلا بك سيد سعود في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي أهمية يوم الشباب العربي ودور مملكة البحرين مع شقيقاتها من الدول العربية في تمكين الشباب؟ طبعا يمثل يوم الشباب العربي مناسبة مهمة نبين فيها الدور اللي لعبه الشباب البحريني والعربي في تنمية المجتمعات والنهوض، كما أنها هي مناسبة للاحتفال بإمكانيات شباب مملكة البحرين والتعرف على أولوياتهم. طبعا احنا نعتبر شبابنا قادة وشركاء أساسيين أثبتوا جدارتهم بما حققوه وعزز الرهان على وعيهم ونضوج أفكارهم اللي نفس ما نقول ساهم في رسم السياسات المستقبلية اللي بتساعد في تمكينهم في المجتمع ومنحهم فرصة لصناعة مستقبل المملكة. نعم سيد سعود، نغتنم هذه المناسبة للحديث عن المبادرات المستقبلية لوزارة شؤون الشباب تجاه الشباب في الفترة المقبلة. إن وزارة شؤون الشباب أطلقت حزمة من البرامج الشبابية المتنوعة مبنية على أسس تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، وهايتي عبر فرص تدريبية في مختلف البرامج الشبابية. ومن أبرز البرامج التي تقام في الفترة المقبلة هي مدينة الشباب التي تعتبر من البرامج النوعية التي تساهم في دعم الشباب، وإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج الوطني لامع، هاي بالإضافة إلى تقديم المراكز النموذجية والتخصصية عدد من البرامج التي تتوافق مع جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة المقدمة من قبل مراكز تمكين الشباب. نعم سيد سعود يوسف الحدي الوكيل المساعد للدعم والمبادرات في وزارة شؤون الشباب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.